السلام عليكم، هلا والله فيكم في قناة نور علي. معكم أبو دانيال. اليوم جايب لكم فيديو، حاب أوريكم طريقة جديدة للي يعانون من الطيور اللي توسخ الماي كثير. عندي هذا الطير يوسخ عليه ماي كثير كثير، يعني يطلع ريحة في الشقة عندي. فعلمته على طريقة من البداية، يعني أول ما انفطم علمته عليها، اللي هي هذه، عرفتوا، حقة الهامستر. فسبحان الله هو تعود عليه انه يشرب منها. شوفوا، خلاص اعلقها وما يقدر يوسخها. سبحان الله، الطير ترى ذكي جدا، فلا تقولون ما يتعلم. شوفوا هذه هي، الطير ذكي جدا، يتعلم بسرعة. فانتوا لما تعلمونه عليها راح يتعلم. وبس حبيت اعرض هالفيديو في قناة ابو علي، وما تشوف شاري ابو علي. اول العافية ان شاء الله.